سلام علیکم، محتشمی پور هستم از واحد فروش پتروشیمی تخت جمشید. تخت جمشید در واقع تولید کننده کاوچو. سید هذه محتشمی پور من شرکة تخت جمشید للصناعات البتروکیماوية ومسؤول قسم التسويق والمبيعات بالشركة. شركة صنايع البتروكيماوية لتخت جمشيد هي انتاج الاساسي المواد الاولية لصناعة الاطارات، يعني خلينا نسميه احنا الكاوتشوك الصناعي او الصناعات المطاطية، يعني المادة الاولية اللي بتدخل بالصناعات المطاطية اللي اهمها هي الاطارات. اليوم شو رايكم بالمشاركة حضور الشركة ضمن معرض سيريا بلاس؟ حقيقة ما اولين بار هستش كي احنا اليوم الشركة يعني هي المشاركة الاولى لنا بهذا المعرض، ونحن من خلال هذا المعرض نطلع الى ايجاد سوق لهي المواد الاوليه الموجوده عندنا. طبعا نحن المواد الاوليه هون نحن حسب دراستنا للسوق السوري يعني ما فيها الاستهلاك الكبير، لانه هو الاستهلاك الاساسي بالاطارات. فنحن في بعض الدراسات عم تقوم لنتم يعني مثل بقول العمل اما الاستثمار او بالتشاركيه مع احد الجهات يعني على ترميم او اعاده تجديد معمل حمال لصناعه الاطارات، معمل افاميا. بدنا نحن ناسس سوق للمنتج تبعنا ويكون انطلاقه منه من سوريا ولدول الاطراف.